سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. بصلي بركات الروح القدس وحضوره في وسطكم النهاردة، وأن يقودنا الرب إلى معرفة الحق فيه، فتعرفون الحق والحق يحرركم. خليني قبل ما ابتدي الحلقة النهاردة أشارك معاكم خبر عن يوم الصلاة العالمي للعابرين. يوم الصلاة العالمي للعابرين هو دائما 18 نوفمبر، والحقيقة أنه الآن في كنائس كثيرة حول العالم بتصلي معنا وبتصلي من أجلكم أنتم العابرين في العالم كله، من اليمن، من مصر، من السودان، من كندا، من أمريكا، أينما كنت. النهاردة هناك صلاة ترفع من أجلك ومن أجلك، من أجل أولادكم، من أجل مستقبلكم، من أجل معرفتكم لمحبة الله في حياتكم. كمان في الوقت ده هنشارك معاكم لمدة ساعتين بث مباشر باللغة الإنجليزية مترجم بالعربية ولغات أخرى. هنشارك معاكم أخبار من حول العالم، من عابرين وصلوات وضيوف وأخبار سارة كثيرة في وسط الصلاة المذاعة على العديد من القنوات في العالم، وأيضا اللي بيكونوا معانا مؤمنين 24 ساعة بيصلوا من أجل العابرين. أنا بشكر رب جدا أنه النهاردة إحنا عندنا الفرصة العظيمة دي، أنه الكنيسة تجتمع، الجسد يجتمع ويصلي من أجل العابرين في العالم. أنتوا أعدادكم بالملايين وكل واحد فيكم بيحس أنه لوحده، لكن أنا النهاردة بقولك وبقولك أنت مش لوحدك وأنت مش لوحدك، وده هدف يوم الصلاة العالمي. نحن لسنا وحدنا، أنت مش لوحدك، أنت مع الله، وأنت أيضا مع الكنيسة، جسد المسيح اللي بيصلي من أجلكم ويرفعكم في الصلاة اليوم بالتحديد. أمين. تقدروا تدخلوا على الويب سايت mbbglobal.org وتشاركوا بطلبات صلواتكم في عربي وإنجليزي، تقدروا تكتبوا بالاتنين وطلبات صلواتكم نحب نسمعها. بكرة هيكون 24 ساعة هنكون بنحط لكم شهادات وخبرات العابرين الموجودين حول العالم، من العالم كله، من جنسيات مختلفة. بكرة الساعة 9 بتوقيت كاليفورنيا، الساعة 17 جي ام تي اعتقد. خلينا نشوف الاعلان بتاع الام بي بي جلوبال، اتفضلوا. The 18th of November is the day we pray with and for the Muslim background believers with our hosts and guests. Join us in this global day of prayer. Remember, you are not alone. Save the date and be live with us on this channel. أمين. ننتظركم بكرة تشاركونا وتكتبوا لنا. تقدر تكتب على كل الصفحات قناة الحياة، تقدر تكتب على اليوتيوب، تقدر تكتب أينما كنت. إحنا دائما نهتم بكل رسالة بتوصلنا منكم. ربي يبارككم، ودي رسالة حب مننا ان احنا نكون بنصلي معاكم في الوقت ده. نرجع بقى لكلمة الله النهاردة، ونرجع لكشف حقيقة المشاكل الأساسية في حياة المسلمين. حلقة النهاردة اسمها وهم الإنجازات المحمدية. لما كنت مسلمة وانا صغيرة كنت متشبعة جدا بفكرة تعظيم محمد، يعني وأنا لسه يدوبي بفهم كلمتين ثلاثة. كانت جدتي دايما تصلي على الرسول، تذكره يا حبيبي يا رسول الله، قلت لكم الحكاية دي كتير. فجدتي كانت بتعمل كده، ولو ذكر اسم محمد ومحدش رد اللهم صلي وسلم تتنفض وتصلح وتقول لا لازم ومش عارف ايه. فإذا أنا شخصيا ما عملتهاش يعني، فأنا كنت بقلد ما تفعل وتقول لأني بحترمها وبحبها، ولأني كنت منبهرة بهذا يعني إنها بيقولوا عليه إيه، يعني التزام، الالتزام، التزامها
بفكرة الدين في حياتها أو الأفكار اللي أنا كنت معتقدة إنها روحية في الوقت ده، فأقلد اللي هي بتعمله من غير ما أسأل أو أفكر. افتكرت وأنا بكتب الحلقة دي كنت بفكر يعني أنا إيه تخيلاتي كانت عن محمد. اتصورت إنه محمد في الوقت ده كأنه شخص مازال بيسمع ويتفاعل مع المسلمين، وكل ما أكبر كنت بشوف إنه يعني ده شخص حاضر بصورة ما، يا إما الناس مرعوبين منه يا إما بيحبوه حب ويصلوا عليه ويتكلموا معاه يتبركوا بيه والكلام ده كله ويقلدوه والكلام ده، فكنت يعني تحس إنه ده هيرد عليك بقى من القبر بعد شوية. إلى أن بدأ عقلي يفكر ويتساءل، قالوا لنا إنه محمد هو خير الخلق صدقنا، قالوا لنا خاتم الرسل آمنا، قالوا لنا أتى بما لم تأتي به الرسل انبهرنا، مع أننا افهم دي بقى مع أننا لم نكن نعلم ما أتى به الرسل لا عموما ولا تفصيلا. لا أنا فاهمة الرسائل اللي قبله كانت بتقول إيه، وكل الأنبياء بقى وكل نبي كان ليه رسالة، يعني مش بس هي اليهودية والمسيحية، لا مش بس موسى وعيسى، لا كل نبي له رسالة مش كده، لكن نعرف عنها حاجة واقعيا ما كناش واقعيا عندنا المفهوم الإسلامي، لو يعني ده الشاطر قوي بقى اللي بيقرأ أو بيدرس يبقى عنده المفهوم الإسلامي لهذه الرسائل وهؤلاء الرسل. مش بس كده، احنا لم نكن نعلم حقيقة ما أتى به محمد أصلا، ما احناش عارفين الحقيقة، احنا كنا بناخد المقدم لينا زي ما هو ولا نفهم. ده مش لسان حالي وحدي، لكنه لسان حال عامة المسلمين. أسف. علشان كده الشيوخ بيقولوا عليكوا عامة المسلمين. دلوقتي صوتي هيتصلح، استنى. اوكي، علشان كده بيقولوا عليكوا عامة، ما انتوش دارسين زيهم، مش لازم كل واحد منكم يدرس مش عارفة 17 سنة ولا 12، الكلام بقى التخريف اللي بيقولوه علشان يكون من الفقهاء. هناك فقهاء يعطونا الكلام الممدوب قبل كده واحنا نقول امين بس، مش كده؟ جت في ذهني صوره بازل مش كامل او ملخبط. شوف كده صوره البازل دي، شايف الصوره دي ناقصه مش كده، وهي صوره الحاجه، بس انت يعني لسه ما وصلتش لايه صوره البازل دي. البازل دي شكلها ايه؟ الاسلام في حياة وعقول المسلمين زي صورة البازل دي، ناقصة قطع كتير. مثلا انت تكون فاكر انك رحت اشتريت صورة اسد وهتعملها بازل، وبعدين تطلع في الاخر صورة قطة او فار، وده هدف ابليس، ان هو يضللنا، ان هو يديك صورة، يرسم صورة، وبعدين في الاخر لما تبص كويس للصورة تلاقي نفسك انا انخدعت، مش ده اللي انا دفعت فيه التمن، مش ده اللي انا اشتريته، مش ده اللي انا ضحيت عشانه، مش ده اللي انا جهدت عشانه، وفي الاخر النتيجة صفر. ده الواقع الاسلامي تعرفه لما تعدي الناحية التانية، لازم تتعب عشان تكمل الصورة دي فتعرف الحقيقة. شوف السلايد اللي بعد كده، صور لقطع البازل دي كل واحد مننا في ايديه شوية لما كنا مسلمين، وما زالت الحياة إحنا وإحنا في الحياة دائما إحنا ننمو ونثقف أنفسنا، نغير أنفسنا، نضع أنفسنا في يد الله فنتغير تغيير حقيقي. حتى في الإيمان المسيحي كل يوم رب يضيف لحياتك شيء جديد، لكن للأسف الصورة دي خلتني أفكر إنه يعني في الإسلام أنا كان في إيديا شوية حاجات مش متواصلة ببعض،
ولكنها كانت عامله لي شبه صوره انا عماله اقول اه هي يعني هم قالوا لي كده فاكيد هتطلع اسد. مش اسد خالص، طلع مش اسد خالص. فاستخدم اللي في ايدك، لكن اسال الله انه يكمل لك الصوره. انت في ايديك قطع او اجزاء من البازل، اسال بقى. الاجزاء دي ممكن تكون اسئله، خبراتك، امور سمعتها، وعليك انك تعرف المصادر. القطعة في ايدك وانت عليك تكملي الصورة. النهاردة هاخد جزء من الصورة اللي هو وهم عظمة محمد وانجازاته كما يراها الفقهاء المسلمين. الراجل اللي قاعد بيصلي قدامكم ده اللي دخل جواه بعض القطع، عنده بعض الحاجات يعملها، لكن هل يفهم حقيقة ما قدمه محمد للبشرية وليه هو شخصيا؟ انت شخصيا، انت لسه مصلي العشاء، انت شخصيا يعني عشاء او مغرب، معلش اينما كنت انا بدي مثل، انت لسه مصلي، فاهم كل حاجة عن مين اللي انت بتصلي له، ولا تسلمت فقط؟ انت بتصلي عشان ترضي ربنا مش كده؟ ولكن الواقع انه اللي رسم الصورة كلها محمد مش الله، وما قدمه ليك ليس من الله الحقيقي. اوكي، اسأل بالقطع الصغيرة من البازل اللي في ايديك، لانه كل شيء يمكن ان يمتحن ويختبر. فتقرر انت بنفسك، وانت بنفسك لما تكمل الصورة، ده أسد ولا قطة ولا نبي كاذب؟ اوكي، وهم إنجازات محمد ايه هو بقى؟ محمد هو مشكلة العقيدة الإسلامية الكبرى ومصدر مشاكلها، وهو من قلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، وشوه الأفكار والقلوب. وخليني أديكم أمثلة. الكتاب المقدس أولا لازم أقول ده في الأول وفي الآخر، الكتاب المقدس قال ويل، ويل لمن يقول على الخير على الخير شر وعلى الشر خير. ويل لأنه يضل قلوب الناس، حياة الناس، أفكار الناس. آلاف وملايين وبلايين من الناس ماتوا بسبب هذا الدين، بسبب هذا الرجل، وهم على ضلال لأنه أقنعهم أو أتباعه أقنعهم، شوهوا الأفكار والقلوب. خليني أديكم بعض الأمثلة. في مقال اتكتب عن إنجازات محمد، بيعدد لنا الكاتب الإنجازات مسنود بالتاريخ. أوكي، ده بعدين، ده يعني ممكن تخليها ده بعدين، بس هقرأ شوية من المقال. أنه بيقول الإنجازات اللي مسنودة بالتاريخ من وجهة نظره ومن وجهة نظر القرآن والسنة، لكن هل التاريخ اللي هو بيتكلم عنه ده تاريخ حقيقي؟ السنة، قصص محمد، القرآن، كل الكلام ده هل ده يعطي مصداقية؟ وأيضا الأمور اللي هو بيحددها على إنها إنجازات لمحمد الحقيقة تدين الإسلام وتدين محمد نفسه. فبيقول لك إنه محمد بلغ الرسالة. ما كل رسول لازم يبلغ الرسالة مش كده؟ بس الرسالة بتاعته ولا بتاعت ربنا؟ وهنتكلم في الآخر على من هم الأنبياء الحقيقيين في الكتاب المقدس، وإيه دور النبي في الكتاب المقدس. اللي حصل ده من محمد، صورة النبوة بالشكل اللي قدمه محمد هي عبارة عن بناء مملكة لنفسه، بناء دولة إسلامية لنفسه. الكاتب بيقول كده، دوره تبليغ الرسالة، استعادة الوحدانية، وكأن الوحدانية كانت تايهة ولقيناها مثلا، ضمان الحقوق الإنسانية هنتكلم فيها بالتفاصيل، إنهاء العصبية بين الأوس والخزرج، نقطة في جزيرة العرب كانت إنجاز بالنسبة للمسلمين. ليه؟ ليه؟ نقطة في جزيرة العرب. وكمان إيه؟ دول أخين بيتخانقوا، عيلتين بيتخانقوا مع بعض. وهل ده إنجاز؟
مش عارف نشوف. القضاء على أوج الانحراف الاجتماعي والاقتصادي، عندي كلام أقوله كتير في الانحراف الاجتماعي والاقتصادي بالذات. أوكي؟ إعداد جيل الصحابة، يا سلام، اللي خلفوه أخبرنا اللي احنا عارفينها عنهم بتقولك إيه. كل واحد منكم يقدر يفكر النهاردة في حاجة عملوها الصحابة مش إنجاز خالص ولا ثمر لما قدمه محمد. إقامة دولة الإسلام، نرى الآن ما تفعله دولة الإسلام في العالم، بناء الاقتصاد الإسلامي، تكوين القوة العسكرية المعاصرة. وبعدين ينهي يقول لك أهم أعماله في المدينة كانت بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكتابة وثيقة بين المسلمين وغيرهم. إنجازات يعني غيرت العالم بشكل رهيب، غيرت العالم فعلا، هي إنجازات، هي لا إنجازات ولكنها بالفعل غيرت العالم. هل كان التغيير للأفضل؟ هل كان التغيير في مصلحتك؟ هل كان التغيير يؤدي إلى بناء علاقة حقيقية بينك وبين الله ولا لا؟ نبص لأول نقطة، مش هتكلم على كل النقطة، أنا همشي بسرعة على بعض النقاط اللي عندي عليها تعليق. الوحدانية، أولا من بداية الكون والرب أعطى لأبنائه من شعب إسرائيل، اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، إله واحد، ويظل شعب إسرائيل يكون الشعب الموحد اللي هو تطلع منه كل الأنبياء واللي يتكلم من خلالهم الله. أوكي؟ الأنبياء اللي كانوا بياخدوا من ربنا وبيوصلوا مش رسائل مكتوبة ولا رسائل، لا، هي الله في كل توقيت يعطي رسالة يقول كلم الشعب ده بكذا، اعمل الشعب. You know؟ من بعدهم واضح انه المسيحيين برضو حملوا رسالة المسيح اللي هو الإله الواحد برضو. فانتوا يعني محمد لم يأتي بشيء، كان تايه. اولا اتعلمنا بقى واحنا صغيرين يقول لك ايه، انه كانت في اصنام مش عارف ايه، وكان الناس فقدوا التوحيد لا، كانوا اليهود موجودين ودول موحدين جوه الجزيرة اللي هو انهى عليهم، كانوا المسيحيين موجودين وهم اللي علموه كتير من اللي اتعلموا عن وجود الله، الاثنين المسيحيين واليهود. فهو لم يأتي بشيء، هو أضاف إلى الأصنام صنم آخر. المسيحية ما كانتش بس في الجزيرة العربية دي، كانت منتشرة في العالم كله، مش كده؟ فيعني مصر جنبهم دولة مسيحية من 600 سنة قبل الإسلام. فدي يعني أنا مش عارفة أقول عليها إنجاز ليه، فقط لأنك تفكر أنه محمد لم يبلغ عن الله الحقيقي، هو بلغ عن وهم في خياله واستخدمه الشيطان في أنه يضع نفسه في إطار الإله. عندما تدرس كلمات الـ القرآن عن شخص هذا الله، وطبعا تقدروا تروحوا تراجعوا كل الحلقات اللي عملناها عن أسماء الله وشخص الله وكيف تعرف الله، هتلاقي أنه المتكلم هناك ليس هو الله، ليس هو يهوه، ليس هو يسوع المسيح أبدا، ولكنه إله الشر. خلينا نروح للنقطة الثانية اللي هي ضمان الحقوق الإنسانية. فيقول لك مثلا أنه ضمن الحقوق الإنسانية إزاي بقى؟ يقول أنه أداب الفوارق وخاصة بين الرجال والنساء، ويقول لك وخلقنا نفسا وخلقنا منها زوجها والكلام ده كله. أوكي؟ وأضاف أنه في حقوق للطفل، فحق الطفل في الرعاية والتنشئة الصالحة وحقه في التعليم مما يساعد على تنشئته. أوكي؟ أولاً
يعني برضو هذا لم يبتدعه محمد ولم يشرعه محمد. المسيح قال انه يعني دعوا الاطفال ياتون الي واخصص اوقات معينه لانه يقول للاطفال ان انتم مهمين في ملكوت الله، ويقول لك ارجعوا بقى زي هذا الطفل، لانه دول المهمين الابرياء، دول كونوا زي الاطفال دول ابرياء. بيعلمنا المسيح ان احنا نتمثل بالاطفال فنرعاهم فنحبهم. المسيح علم المحبه للاعداء، فمش بيعلم الام والاب ان هم يحبوا ويرعوا وياخدوا بالهم من ولادهم ويربوهم ويديهم حقوق، لا بالعكس. افتكرت دلوقتي مثل في الكتاب عن في وقت كان المسيح يمكن في وقت 10 سنين او حاجه زي كده، وراح مع السيدة العذراء ويوسف النجار إلى الهيكل، وده كان وقت عيد، والمسيح فضل في الهيكل ومشيوا يرجعوا بلدهم وملقوش يسوع معاه. أوكي. فالأم طبعا خافت على ابنها ورجعت علشان تلاقيه تاني مرة تانية في الهيكل، كان قاعد بيتعلم وبيعلم الناس اللي حواليه أيضا في هذا السن. الفكرة ايه؟ انه الاطفال في هذا الوقت كان ليهم مكانتهم في الاسرة. الطفل بيطلع عارف انه من الوصايا اكرم اباك وامك، فبيطلع له شخصية وعنده اختيارات. كتير من الناس اللي كانوا بيتكلموا مع المسيح كانوا بيتكلموا عن ابائهم، خليني اروح ادفن ابويا وارجع، خليني اروح اهتم بامي، خليني ارعى بنتي، وهكذا. واضح انه كان في ترابط وكان في احترام، وتشوف في اسره عايشه حياه مع بعض بشكل يعني زي اللي احنا بنشوفه النهارده. ما كانش في وقت بنات ولا وقت اطفال ولا اقتلوا اولادكم خشيه من املاق، ده ما كانش موجود. ده جه بعدين في هذا المكان اللي كان خالي من معرفة الله. طبعا المسيحيين واليهود اللي كانوا هناك ما كانوش بيعملوا كده. كلمني عن حق المرأة في الإسلام لما تقرأ سورة النساء وتقول لي انه من حق الراجل انه هو يضرب مراته ويقومها ويأدبها، ويطلعوا لنا الشيوخ النهاردة هو ضرب للتأديب، هو ضرب لمصلحتها، هو ضرب بالمسواك، فرشة السنان، الكلام ده كله اللي العالم كله بيبص له، عارف انكم انت نفسك اللي بتقول كده ما انتش مقتنع ان هو ضرب للتأديب، انت مقتنع ان ده حقك اللي اعطاه لك الله اللي يؤدي الى هلاك وموت الكثير من النساء عبر التاريخ. ومن صحابة محمد قتلوا زوجاتهم، الضرب الخلفاء الراشدين لزوجاتهم كان ضرب مبرح. مثلا عمر صاحب الأخلاق، أخلاق عمر وهو بيربط مراتاته ويضرب ويقول له ما تتدخلش، هل حق المرأة في الإسلام كذب ولا حقيقة؟ القوامة، تحديد إقامة المرأة، و مش بس إقامتها واختياراتها وقيمتها الإنسانية وكل ده، ارجعوا للحلقات. أوكي. والنظرة الدونية للمرأة، أنت مكانك هنا. واحد طالع يقول إيه، أين قال القرآن إن المرأة نجسة؟ القرآن بيقول لك ما تلمسش مراتك وهي في الحيض، وانه لازم تطهر وما تلمسش القرآن والكلام ده كله. يبقى ايه، هتطهر من ايه؟ هتطهر عشان نجسة. نعم. المرأة تقطع الصلاة زي الحمار والكلب. يعني ما ينفعش نقول كلام ونجمل المكياج اللي بتحطوه ده فوق الحقائق يظهر وينتهي
والحقيقة بتظهر والناس كلها بتتكلم عنها، ولكن انت لقلبك انظر لهذه القطعة من البازل وشوف ده يناسب الله، ده يناسب انسانيتك، ده يناسب بنتك، ده يناسب بنتك. السؤال، هل يمكن ان الله يؤمر بضربك؟ التعدد وتقييم المرأة على انها دي ثيب ودي بكر، دي تلعب معاها ودي تبقى يعني عندها خبرة، فكر بيقولوا ايه، فكر في البلاعة، معرفش يعني. ميراث المرأة عندنا في الصعيد الناس ما بتورثش البنات، ليه؟ هو كده، ما انا متحكم فيها كلها ورثها ليه؟ الإسلام شرع ميراث المرأة على إنها نص الراجل، فنظر الراجل على إنها نص في كل حاجة ونقصة في كل حاجة ونقصة عقل ودين وكل حاجة، فهو اللي هيسيطر على كل حاجة وانت استفلي بقى في نفسك. وكم من المشاكل بتحصل إلى اليوم عندما يقول محمد المرأة عوان عندكم، خلوا بالكم دي جارية، دي أسيرة، دي ضعيفة، مش عارف إيه، هذا لا يكرم المرأة لأنها ليست جارية ولا هي أسيرة ولا هي ضعيفة. وحلقات قد كده اتفرجوا، حق الراجل في أنه يقتل زوجته أو يحكم عليها بالحبس أو بأي أحكام متجبرة لأنها ما بتصليش، ياخدوا شهادته أنها ما بتصليش. هي تقول بقى اللي هي عايزاه، الإماء والعبيد والدية والكلام ده كله، أين هي الكرامة للمرأة والطفل في كل ده؟ أوكي. خلينا أخد مكالمة الأخت فريال. أهلا بيك يا أخت فريال. أهلا بيك يا أخت أمان، السلام ونعمة المسيح معك يا أختي العزيزة. سلام ونعمة وبركة يا أختي. الرب يبارك ويحفظك. شكرا. صار لي سنوات أتابع المرأة المسلمة، عمرك ما ساومت لا على الحق ولا على كلمة الله. رب يحفظك ويحميك من كل شر، أصلي لك باسم يسوع. شكرا. أختي العزيزة، الأنبياء الكذبة يدعون أنهم يأتون برسائل من الله. نعم. والمسيح له كل المجد، ثم هو الطاهر قال من ثمارهم تعرفونهم، لأن كل تعاليمهم وكل رسائلهم مخالفة لكلمة الله في الكتاب المقدس. نعم. اللي هي الحق المطلق في الكتاب المقدس، اللي هي من الله القدوس البار الطاهر. وبهذه الحالة نستطيع أن نقيس تعاليمهم على ورسائلهم على التعاليم اللي موجودة في ضوء كلمة الله في الكتاب المقدس، لأن تعاليمهم ضد تعاليم الله. نعم. وفقط أقول على عجالة لأن أعرف راح التفين وتوفين، الرب يحفظك على الموضوع. محمد ازدرى الله تعاليمه لأن ازدرى اسم الله، خلى اسمه فوق اسم الله طبعا. واللي يكفر بالله معليش يعني ما مشكلة، لكن يكفر محمد لا يستتاب، حتى يقتل وإن استتاب وتاب. Yeah. وهو أيضا ازدرى حكمة الله. Yeah. ازدرى قداسة الله لما شرع الصغائر والكبائر وشرع الفواحش وزواج المحلل والمتعة وغيره وغيره، فما خلى أي شيء للشيطان، ومع هذا شجع القتل والإرهاب والكذب وكل المخيطات اللي هو نهى عنها. Yeah. الإله الحقيقي القدوس. فأنا أصلي اليوم باسم الرب يسوع المسيح أن يحرر الأخوة المسلمين من هذا النبي يسوع. ويعرفون الحق اللي هو المسيح، له كل المجد، قال بفمه الطاهر أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أمين. يعرفون الحق والحق يحررهم باسم يسوع حبيبتي، والرب يباركك ويحفظك. شكرا. شكرا حبيبتي، ربنا يباركك. بصي بقى اللي جاي، النقطة اللي جاية دي يعني هتعجبك يا فريال. خلينا نروح بقى لنقطة مهمة، إذابة الطبقية بين الصحابة وبعضهم. نشوف بقى السلايد اللي جاي. أوكي. السلايد اللي جاي في من إسلام ويب، بيقول كده من الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن هريرة قال رسول الله
إن الله حين خلق الخلق بعث جبريل فقسم الناس قسمين، نص هنا ونص هنا. فقسم العرب قسما وقسم العجم قسما. العرب بقى اللي هم وبقيت العالم كله بقى في ناحية تانية. أوكي؟ وكانت خيرة الله في العرب. ثم قسم العرب قسمين، فقسم اليمن قسما وقسم مدر قسما وقسم قريش قسما. أوكي؟ أنا مش فقال قسمين وبعدين راح عاملهم ثلاثة. وكانت خيرة الله في قريش. ثم أخرجني من خير ما أنا منه. أوكي؟ وده سند حسن. وبيقول لك أنه كل التقسيمات دي وراح عامل بقى في الآخر وصل لأن قريش دي بقت أفضل حاجة. وبعدين إيه؟ قال بقى أنا خير بقى قريش. وبعدين اسمع بقى اللي جاية دي مهمة قوي عشان تعرف نبع السواد اللي زرعوا محمد فيه قلوب المسلمين وهم مش عارفين. أوكي؟ فقال لك إيه؟ حب قريش إيمان وبغضهم كفر، وحب العرب إيمان وبغضهم كفر. فمن أحب العرب فقد أحبني، ومن أبغض العرب فقد أبغضني. أصل الناس كلها دلوقتي بتبص للعرب وبتحبهم خالص. من ثمارهم تعرفونهم. تصنيف الناس وأفضلية محمد وأهله على الكل خلاه مركز الكون. ليس الله، هو لا يشير إلى الله، هو يشير إلى نفسه. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. يقول لك على موضوع تفضيل الصحابة على بعضهم. وأما قضية تفضيل الصحابة على بعض فجمهور العلماء على أن كل واحد من الصحابة أفضل عند الله من كل واحد ممن جاء بعدهم. ومحل هذا النزاع عند بعض العلماء إنما هو في من لم يحصل له من الصحابة إلا مجرد المشاهدة للنبي، يعني النقطة. فأفضلية الصحابة إنه يكون شافه قاعد معاه. فأنت تتخيل إنه علمه مثلا علشان يتعلم، لا، فحتى اللي شافه أفضل من كل اللي جايين بعد كده. أوكي؟ وبيقول بقى ابن حجر إنه خير محمد بقى بيقول خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذي يلونه. وده متفق عليه. واقتدى بذلك أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين. ما احنا مع رأي يعني دومينو، عارفين الدومينو لما يتحط كده بقى نروح نازل كله على بعضه، هو كده. النهاردة أنا عندي كلها أفكار بجيمز مش عارفة ليه. أوكي؟ يعني تكفير من لا يحب العرب ازاي؟ يعني ازاي موضوع انه العرب ده مهم قوي كده انه الناس تحبهم عند محمد؟ ماذا قدم محمد للإنسانية حتى يحبوا العرب وهم شايفين الثمار؟ ماذا عن قتلهم لبعض، مؤامراتهم وخناقات مثلا ثقيفة بني سعادة ومحمد لسه لم يندفن، لم يدفن ليه؟ ايه هو بقى يعني اللي يخلينا ننظر لده والراجل لسه في الأوضة اللي جنبهم ميت وريحته طالعة وهم بيتخانقوا على مين اللي هيمسك ايه؟ اتعلموا ايه دول؟ علمهم حب السلطة، ده اللي اتعلموا. أو لم يغيرهم تعليمه على الإطلاق لو كان تعليمه صالح، لكن برضو إحنا لم نرى إن تعليمه كان صالح. إزاي اللي أتى بيه محمد غير العرب؟ بالتأكيد كانوا أفضل كتير من قتلة الأطفال ومغتصبي المدنيين اللي إحنا بنعرفهم النهاردة. مش بتكلم بس على اللي حصل في إسرائيل، أنا بتكلم على طالبان، داعش، القاعدة، كله الإخوان، كل دول. محمد خلق عرقية مبنية على وهم العظمة اللي عنده. اسمع الأستاذ محمد نوح القضاء من الأردن، أنا هقرأ لكم بس اللي هو قاله، أنا كتبته حرفيا، بعد كده بحط لكم الفيديو في حلقة أخرى لموضوع آخر. الرجل ده كان وزير شباب وعضو مجلس النواب في الأردن، وكان وزير أوقاف والشؤون الإسلامية أيضا. قال كده:
بعض الناس يريدوننا أن نصنع الطيارات والقطارات والسيارات ثم ننافس أوروبا وأمريكا. بعدين قال لك إيه بقى؟ ما لهذا خلقنا؟ إحنا اتخلقناش لده. عربيات إيه وطيارات إيه وتقدم إيه اللي أنتوا بتتكلموا عليه؟ وبعدين يقول لك لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عندما خلقنا جعل منا شعوبا وقبائل، وجعل منا أصحاب فكر وهداه وهم العرب، وجعل من الآخرين تلامذة يهتدون بهدانا وعليهم العمل. أنتم الأعلو بأمارة إيه؟ يعني بأمارة إيه؟ يعني دي كوميديا سوداء بالنسبة لي. بأمارة إيه بتقول إنه إحنا الناس دي بتهتدي بهدينا؟ وإن يقول لك ليحصل التكامل بين فكرنا وعملهم فيعمر الكون بشكل عام. وهي بقى وتصفيق حاد بقى. إحنا شايفين إنه التعليم والهداية والأفكار الإسلامية جابت للناس إلا الحرب والقتل والإرهابيين واللي بيفجروا نفسهم واللي بيعملوا مظاهرات ويكسروا محلات الناس واللي يروحوا يعيشوا في أوروبا ويدخلوا ياخدوا قطمة من الجبنة ويحطوها مكانها ويفسدوا الحاجات للناس. من أين أتت هذه الأخلاق؟ من نظرة المسلم لأنه هو الأعلى، هو الأفضل، وهو لا يملك شيء خالص. في يعني إيه زمان واحنا بنكبر لما يحصل حاجة الواحد يغلط اي غلطة يقولك احترم البيت اللي انت عايش فيه، احترم البلد اللي انت عايش فيها. كان عندنا اخلاق مش عارفة راحت فين. عندما ينتشر الاسلام تندثر الاخلاق والانسانية. يقولك ورفعنا بعضهم عن فوق بعض درجات. يقول لك إيه بقى؟ نحن أساتذة العلم. أنتم أمة بعضها من بعض. هو ده نفس كلام محمد. شوف المسيح قال إيه؟ بص السلايد اللي جاي ده. Okay. ابن الإنسان يتكلم في متى 20. بيقول كده المسيح: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم. إحنا مش رؤساء الأمم ولا عظماء الناس، إحنا أفقر الكل، ولكننا نحب الكل، نعمل لمجد الله، نقدم لكي يعرف الله الناس الحقيقي فيخلصون. ممكن أكون رئيس جمهورية، ولكن بالمسيح قلبي متواضع، قلبي محب، قلبي لا ينقاد لخطية. مش يعني المسيحيين ما بياخدوش مراكز، لا، بس إحنا لا نسعى للعظمة، لأن صاحب المجد هو واحد، يسوع المسيح، ما فيش غيره. بعدين يقول لهم: بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. مش عبد يعني تستعبده، لا، اعطي، ابذل، انسى نفسك، فالناس هتشوف فيك المسيح وتقول ليس لنا يا رب ولكن لإسمك تعطي مجدا في كل شيء بنعمله. مش مهم الناس تعرف اسمي، مش مهم أبدا الناس تعرف اسمي، لكن المهم إن اللي يطلع من فمي وقلبي وحياتي هو رسالة الله بالمحبة للجميع. كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ده سيدنا، ده إلهنا اللي أتى علشان تكون لنا حياة، وهو اللي دفع ثمنها. شوف السلايد اللي بعد كده، بيقول المسيح كده إنه صدقوني إني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها، أعمالي تظهرني، وما سأقدم يظهرني. أوكي. بيقول لهم إنه الحياة اللي أنا عشتها أنا عشتها لأنه أنا الله الظاهر في الجسد، لأني جاي لرسالة ليكم. أوكي. وبعدين بيقول بقى الحاجة الرائعة اللي بعد كده. أوكي. بيقول: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا،
ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. علشان يفهم إخواتي المسلمين اللي احنا بنكلمهم النهاردة، المسيح لما جه علشان يموت عن خطاياك وعن خطاياي كان متواضع القلب، وديع ومتواضع القلب، وإحنا لازم نكون زيه، ولا نستطيع إننا نكون زيه إلا بإننا نؤمن به فيعيش جوانا الروح القدس، روح الله اللي بيرشلنا، اللي بيشلنا، اللي بيعلمنا، اللي بيقومنا، ولكن إحنا لازم نستمع لروح الله اللي فينا. لما المسيح صعد للسماء قال لهم أنا هرسل لكم الروح القدس المعزي اللي هيعينكم ويقويكم ويرشدكم، كل ده ده دور روح الله اللي فينا. الإله المحب خالق البشر اللي خلقك على صورته ومثاله ما يبصلكش ويقول ان انت نفاية اخلق دول للنار ودول للجنة، لا، نحن نعلم اننا غير مستحقين، لكن الله هكذا احب الله العالم فعمل ايه؟ قدم ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. كل انت مدعو النهاردة تكون من ضمن الكل، اوعى تخسر الفرصة دي. اوكي، شفتوا المسيح وجه العينين على الله وقال انت ابني، انت مني، ولكن عيش متواضع، انا جيت اخدمكم عشان تتعلموا تخدموا اللي حواليكم. لما تمنطق حط النطاق على وسطه علشان خاطر يخدم التلاميذ ويقدم لهم العشاء في العشاء الاخير، لانه اخر رساله ليا، اخر وقتي معاكم لازم يكون وقت كخدمه، اغسل رجليكم عشان تغسلوا رجلين الاخرين، اطهر قلوبكم علشان تساعدوا الاخرين انهم يشوفوا النور اللي انا اقدر اعمله في حياته. هكذا هو من يشير الى الله، فنصبح احنا ايضا نشير الى الله. حته العصبيه بقى النقطه الثانيه بين الاوس والخزرج، الحقيقه بس هقول نقطه صغيره، انه الانجاز ده من منظور ضيق جدا، لانه عالمه كان ضيق جدا، يعني كان هيحصل ايه لو فضلوا النقطه اللي جوه نقطه في جزيره العرب على خلاف؟ كانوا هيلاقوا برضو حد تاني صالحهم، يعني مش انجاز، او ما حلش مشكله اسرائيل وغزه مثلا، ده مولعها هناك. اوكي، يقول لك القضاء على اوجه الانحراف الاجتماعي والاقتصادي. سامحوني، ده حصل من تعليم المسيح، لانه المسيح علمنا ان احنا ننكر ذاتنا ونقدم للاخرين، نحب الغير، نغفر للاعداء، الكلام ده كله ده مش موجود في الاسلام. انت لسه عايش في مرحله العين العين والسن بالسن، و انصر اخاك ظالما او مظلوما وقاتلوهم حتى مش عارف ايه. اوكي، هو بدا بالانحراف الاجتماعي والاقتصادي. كل الصحابه كلهم عندهم كان مشاكل عائليه واجتماعيه ودينيه وكل ده، بشر مش كده؟ لكن ان يكون الصحابي اللي امن بمحمد يكون هو اللي علشان ابوه كافر يروح يقتله، او اخوه، او الروايات كثيره، ودي بقى من التضحيات الهامه اللي بيعملوها الصحابه، اغتالوا بعضهم بعض، اللي قتلوا عثمان واللي قتلوا عمر واللي قتلوا علي كل مسلمين مش كده؟ محاوله اغتيال محمد، لو سمحتوا تروحوا تشاهدوا الحلقه بتاعت محاوله اغتيال محمد دي، لانه يعني نقطة من بحر البشر اللي بيسمعني النهاردة عارفين حاجة عن الموضوع ده. الصحابة 14 واحد من الصحابة حاولوا اغتيال محمد، وكان فيهم أسماء كبيرة، شاهدوا الحلقة. الأعمى اللي قتل مراته علشان هاجت محمد لأنه أصبح مركز الكون، فقام قتل مراته اللي بترعى عياله وهو أعمى. أوكي، ازاي محمد ساب اثر في هذه المجاميع من الناس؟ يقول لك هو اعد جيل الصحابه،
تعدهم بإيه؟ كلهم قتلوا، كل الخلفاء الراشدين قتلوا على أيدي مسلمين أو بعضهم البعض. ستاته يعني من ستاته عيشة وعلي والخلاف اللي بينهم وأهمية مركزية أهلها في الموضوع إلى معركة الجمل والسنة والشيعة كما نراها اليوم ما زالت. وبعدين يقول لك بقى بناء دولة الإسلام. دولة الإسلام هي أكبر مشاكل العالم والمسلمين اليوم اللي عايزين يخرجوا من موضوع بناء دولة الإسلام دي. مين من المسلمين المعتدلين يعني الناس اللي عايزين يعيشوا حياة طبيعية متحضرة متقدمة فيها إيمان؟ يعني أنا دايما بقول إنه المسلمين عندهم اشتياق لمعرفة الله، فعلى قدهم اللي متقدم لهم اللي قادرين يعيشوا فيه بيعيشوا، واللي مش قادرين خلاص أهي تأدية واجب، مش كده؟ لكن هم عايزين يعيشوا، مش هيسيبوا الإسلام ولا أي حاجة، هم بيعيشوا الحياة الإسلامية وخلاص. لكن مين منهم عايز دولة الإسلام؟ ده السعودية بتخرج من كل قواعد دولة الإسلام اللي انتوا شايفينها، اللي محمد قررها، اللي هي صورة الخيمة في عصر محمد اللي في الجاهلية والستات اللي فيها والكلام ده كله. مين النهاردة اللي بنشوفهم بيطالبوا بقى بدولة الإسلام؟ القاعدة، الإخوان، داعش، حماس، إيران، طالبان. يبقى حلو قوي لو كل الوطن العربي بقى شكله زي إيران وطالبان أو داعش أو حماس أو القاعدة. فكر في الصورة، هتبص بره بالكونتك تبقى هتلاقي إيه؟ هتلاقي بقى ناس بتقطع رقاب في الشوارع، واحد بيضرب واحد بالكرباج، واحد بيقولك قوم صلي، اقفل الباب، محدش هيكون له حياة. كما ان الناس في ايران النهاردة ليس لهم حياة، الناس في طالبان النهاردة ليس لهم حياة، هم مجرد شوية ناس قادة ماشيين في الشوارع عايشين حياتهم زي ما هم عايزين، والباقي خش البيوت وقعد فيها، وإلا هتاخد عقاب على شيء على شيء ما بصورة ما طول النهار. شفتوا ازاي دولهم او دويلاتهم عودة الى ظلام القلب والنفس والحياة؟ يقولك تكوين القوى العسكرية المعاصرة، خليني بقرأ لكم من الحتة دي من المقال. يقولك تكوين القوى العسكرية المعاصرة، اصلها مهمة قوي. يقولك ايه؟ اهتم النبي ببناء جيش المسلمين فيكون حاملا للدولة الإسلامية ومدافعا عنها، اللي هي بقى النقطة اللي كانت عنده دي هو ابتدى بيها، مش كده؟ وذلك لأن الإسلام قرر إعلان الحرب على أعدائه لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقام بتربيتهم وتدربهم وتسليحهم وبعث عددا من الصحابة الكرام إلى اليمن ليتعلموا صناعة الدبابات من الفرس. مش فاهمة إيه الدبابات دي من الفرس. وكذلك تعلم صناعة المنغنيق فيضعها المسلمين، فصنعها المسلمين واستخدموها في حروبهم كحصار الطائف. فكر كده إنه دعوة محمد كانت من البداية بغزوات وحملات وسرايا وكده، وده كان بيبني الاقتصاد بتاعه، وده كان بيبني الاستعداد المسلمين للغزو والحرب. كل الدول المحيطة بيهم غزوها، كل الدول المحيطة بيهم اللي كان معاها عندهم سلام ضربوهم وقتلوهم لأنهم ما دفعوش الجزية أو لأنهم قرروا يروحوا حتة تانية. وبعدين نبتدي بقى من هنا فكرة البطولات الإسلامية الخرافية اللي النهاردة إحنا بنعاني منها. كي؟ إيه بقى؟ حتة خرافة موضوع إنه كان في بطولات في وقت الحروب اللي شنها محمد دي وعدة أسماء. بنبص لها ونقول انا عايزه ابقى زي ابو بكر، انا عايزه ابقى زي مش عارف ايه، انا عايزه ابقى زي عمرو بن العاص.
من أهم أثار محمد على الإنسانية اللي بنشوفه النهاردة من خراب وجهل وتعالي وموت الإنسانية، يعني هي الدولة الإسلامية التي لا ترى إلا كبرياء الإسلام بشكل عام وشخصي، من ثقافة إسلامية مليئة ببطولات كاذبة وأسطورية وتشويه خلقة الإنسان. ده اللي احنا اتعلمناه. عندنا بقى بطولات بنقعد نتكلم فيها، لما تسمع اللي بيحصل وسرد هذه البطولات لازم تقول انه يعني الناس ما كانتش بتعمل كده، الناس الانسان مش لازم يعمل كده، ناس عايشين بمخالبهم على دماء الاخرين. البطولات عن الحديث عن بطولات اصحابه هو برضو يجعل الحق باطل والباطل حق. القصة اللي كنا بنسمعها واللي بازلنا بنسمعها واللي في ويب سايتات بقى عامله لنا قصص ولا هرقل، دي مش ليست فقط قصة ولكنها تترك علامات في داخل الأتباع، إما أبيض أو أسود، قطع صغيرة من البازل. هقول لكم ثلاث أربع أسماء. طليحة بن خويلد رضي الله عنه يعد بألف فارس. تقعد بقى أنت تتخيل ولما تقرأ تفاصيل القصة، أنا هعمل لكم حلقة خاصة هقرأ لكم فيها القصص دي عشان تعرف السواد اللي عمله هذا الفكر الإسلامي. تقول بقى ده يعد بألف فارس ليه؟ لأنه مش عارف قتل كم واحد وفتح إيه وعمل إيه، والكلام ده كله ممكن يكون ما حصلش. عكرمة رضي الله عنه يبايع على الموت. عكرمة ده وقف في الحرب اللي كانوا بيغزوا فيها مش عارف ايه، وقال لهم من يبايعني على الموت؟ يا حلاوة، طب ما انا اروح اقعد في بيتي، انا مش عايز حتة الارض اللي مش هتفيدني في اي حاجة دي. لا، هي الدولة الاسلامية. ابو الغادية رضي الله عنه قتل 300 رومي بسهم واحد. مجزاء بقى ده أحسنهم، وأنا أحكي لكم قصته المرة الجاية. مجزاء ابن ثور رضي الله عنه يقتل 100 مبارز، ده بقى هرقل ما يطلعش فيه حاجة، لما أحكي لكم القصة بقى. كيف تقارن كل ده بما نراه اليوم من حروب المسلمين النهاردة؟ من أهم إنجازات محمد الكاذبة أنه جعل أتباعه أمة موت بأكاذيبه عن الجهاد والدعوة لأسلمة العالم. كان مختل الفكر، يدعو لغزو العالم ثم يقول جاء الإسلام غريبا وسينتهي غريبا. انت هتغزو العالم ولا هتنتهي غريبا؟ لا، هينتهي غريبا، لكن المسلمين هيخلصوا في اسم يسوع. رسالته كانت كئيبة من البداية، لا يدعو للموت، لا يدعو إلا للموت، لكن الله الحقيقي يدعو للحياة. شوفوا الفيديو اللي جاي ده عشان تعرفوا أسس المصايب اللي احنا فيها النهاردة. ده أحد قادة حماس. حاول العدو الصهيوني أن يغير جيناتنا عبر 70 سنة في غزة، لم تتغير بل بالعكس تقدمت أكثر. إذا متنا متنا وهي موتة، بنموتها وإحنا قاعدين بنموت فيكو وبنجز فروسكو إن شاء الله تعالى. إذا لم يفك هذا الحصار سننفجر في وجه أعدائنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والانفجار مش حيكون في غزة بس، لا، في الضفة كمان وبرا إن شاء الله تعالى. خلاص يا 7 مليون فلسطيني برا، بكفيكم تسخين، في عندكم يهود في كل مكان، يجب أن نهجم على كل يهودي متواجد في الكرة الأرضية ذبحا وقتلا بإذن الله سبحانه وتعالى. للأسف هو مش بس عايز يدعو لقتل اليهود في المكان اللي هو اللي مضايقينه فيه، لكن في العالم كله. ما هذه الكراهية؟ ما هذا الشر؟ نبعه كان محمد وكراهيته لليهود لأنهم أشاروا إليه بالكذب. النهاردة في واحد كاتب لي بيقول لي جاي دوركو يا مسيحيين، جبتوا منين ده؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو أنتوا يعني الذكر وتفرقة الناس عن بعضها بحسب الإيمان الإسلامي ده شرع. دول مغضوب عليهم اليهود وإحنا بقى الضالين المسيحيين والدور جاي علينا. ده مش كلامي، ده كلام الكثيرين من قادة حماس وقادة داعش وقادة طالبان وكل دول، لأنه المسيحي بيهدده. عارفين بيهدده ليه؟ لأنه يظهر فيه عمل الله. النبي
دوره انه يوصل رسالة الله، ده النبي الحقيقي اللي اختاره الله علشان يقول روح وصل الرسالة دي للناس دي. والانبياء في العهد القديم والعهد الجديد لهم اشكال وانواع مختلفة. النبي مش لازم يتنبأ بمستقبل فقط، ده ممكن يحصل واحيانا بيحصل، لكن النبي عنده رسالة محددة من الله لازم تتوافق مع الكتاب المقدس وقلب الله. في قصة يونان ربنا أرسل يونان علشان يعطي الناس فرصة، فهو كان بيقول لهم رسالة مستقبلية هتحصل، فالناس تابوا. وواضح من شخص يونان انه ما كانش عاجبه اللي حصل، انا طلعت كذاب كده، انا مش عايز الناس اللي انا بكرههم دول يتوبوا، ولكن ربنا قبل توبتهم وعلم يونان وغير يونان. لم يستطع يونان كنبي لله الا انه يوصل رسالة الله حتى ولو ما كانتش عاجبه كما هي، ان اضاف او ما عملش يبقى كاذب. ارميا أعطى رسائل للشعب بأنه الشعب حيسبى، وكان يبكي ليل ونهار على الشعب مش كده، لكن مسؤوليته هي كلمة الله، تعذب بسبب النبوءة اللي أعطاها ليه كلمة الله، لكن المسؤولية هي كلمة الله. عندك يعني موسى، إبراهيم، داود، الكتاب المقدس بيخبرنا عن تعاملات كثيرة للناس في الكتاب المقدس انتوا ما سمعتوش عنهم، ممكن وما تعرفوهمش، والله يعطي رسالة روح قول لفلان كذا، بس لو زود يبقى مش من الله ويبقى مش نبي، ويبقى وكان في الوقت ده أنبياء كذبة. علشان كده الله قال في وقت صمويل النبي انه كل، وده كان من أعظم أنبياء الكتاب المقدس، قال انه كل الناس العرافين اللي بيتعاملوا مع أرواح الشر لازم ينتهوا، فما بقاش فيه عرافين خالص. فأنا فكرت في الموضوع ده النهاردة ليه؟ لأنه العراف بيتنبأ على أشياء في المستقبل، كذب بقى مش كذب سمع من أرواح الشر، طبعا لأنهم بيتعاملوا مع أرواح الشر. فكان الرب عايز يقول شيلوا أرواح الشر من وسطكم، لا تسمعوا لنبي كاذب، ولكن اسمعوا صوتي فقط من خلال هذه الأداة. النبي هدفه أو إنه يوصل الناس لله، معرفة الله، فهم كلمات الحياة في الكتاب المقدس، وكل يوم في حياتك توصيل رسالة الله للناس. في العهد الجديد نحن ما زلنا ندعى أنبياء، كلمة الله لما الله يعطيني فيها رؤية دي نبوة، وأنا بقول لك النهاردة انه لاني اعلم من كلمة الله انه ما كنت فيه انا وانا مسلمة زمان كان من مسلم من نبي كاذب، واليوم وجدت الله الحقيقي، دي رسالة ليك انت النهاردة، معطى فرصة انك تكمل البازل بتاعك وترى الله الحقيقي اللي يريد خلاصك ومحبتك وحياتك الابدية. اشكركم والى اللقاء في الحلقة اللي جاية.